يا حلو قلتي تزيدي، احنا قايلين اليوم بنهديها، بنهدي النفوس، بنخليكم تتنفسون. شنو هالشعر؟ شنو هاللون؟ حركات، ها حركات، شنو هاللون؟ حركات. باشر راح تيجين عندنا الصالون. زين ايش تبي؟ شنو نسوي؟ لا بس يعني نصبغ لك، تحطي ميك اب عندنا. اوكي اوكي زين. الحين سؤالنا المهم، اتفضلي مي، منو صديقك برا السوشيال ميديا؟ يعني حتى اسمه مو موجود بالسوشيال ميديا نهائيا. يعني شلون صديقي برا؟ يعني صديقك الصدوق برا السوشيال ميديا، برا مجال الفن، برا مجال الاعلان، برا اي شيء. حتى لو كان اسم معروف؟ حتى لو كان اسم معروف بس ما راح تقدر تقوله. ليش؟ حياة الفهد. حياة الفهد هي الأقرب إلى قلبي، إلى روحي. أوكي. وايد مواقف أحس يعني صج، يعني يمكن أنا أمي توفت بس الله مدلي بعمر حياة الفهد بمواقفها كثيرة وياي. أوكي إنزين، رغم ما أدري كم مليون، شنو لونك المفضل؟ هذا يعني كسرنا في سؤال. لاحظت إن شاء الله حتى الشوز أبيض. سؤال وضوح. الأهم شنو في عمل درامي كويتي لفت نظرك وحسيتي ان هذه الدراما الكويتيه الصح؟ كحل اسود قلب ابيض، اللي قبل نزل قبل سنه، اللي منو ممثل؟ انا ما اعرف ممثل. فيه وايد ممثلين، يمكن مو وايد كلهم يعني. يعني ما في حياة، ما في سعاد، ما في هدى حسين، ما في الهام الفضالة، يعني هذه الأسامي اللي يعتبرون رقم واحد في الدراما. أوكي. أوكي. بس نجح. كان في حسين المهدي. أوكي. كان في نور، كان في ميز قمر، كان في بوثينة، في عبد الله السيف، هبة الدري، يعني مجموعة بس كان حلو يعني. أوكي. رجعة موفقة. أوكي زين، أيتي معرض العطور؟ شميتي عطورنا؟ إيش رأيك مع هبة العطور والفاشينيستات بكل صدق وأمانة؟ زين لحظة، مو طول عمرنا في الكويت كل فترة وفترة تصير في مهنة موجودة متصدرة؟ شلون أول لما صار في عرضات أزياء في الكويت، شلون ممثلات صاروا في ممثلات في الكويت؟ أول ما كان في ممثلات الريال هو اللي مضطر إنه يطلع يسوي دور. هذا حلو، سؤال راح أحطه. أوكي زين كملي. صار يعني الريال هو يأخذ دور المرأة، بعدين يابوا ممثلات من مصر ومن لبنان ومن ما أدري وين، بعدين صار في ممثلات كويتيات، بعدين صار في مذيعات، أول ما في مذيعات كويتيات، بعدين جت أمينة الشراح. يا مجموعة كل فترة فيه. اوكي في مهنة جديدة. تذكرين احنا يوم رحنا شرينا عطر مال جورج قرداحي؟ جورج قرداحي صح. خليتينا نوقف بالدور صح. اي والي صعب ذاك اليوم. صح الي صعب. وما صح. عادي يعني شنو المشكلة؟ كنا نلبس نظارات اليسة لما نشوفها تحط الدعاية. اي اي صح بس صح. بس لا والله انا الصراحة امس حسيت اني استغلتك. دانا يوم ما صورت وياك الفيديو قاعد تقول يما اي عطر عجيب. قلت له قلت الرمادي. اي رمادي حلو ماشي زي اشتريه عشان يدش لي كوميشن بدل ما تعطيك يا يعني يوصل له البيت نصب. الحين شويني هذا السؤال شنو قال؟ عجبني سؤاله ودي تجاوبين عليه. ترى على فكره اللي يغثك تبي تسكينه بلوك تضغطين. لا لا ما بيصك، انا عادي انا اتقبل الناس النقد. اي اوكي عندي سؤال، هل اللي يتخصصه نقد يحق له ينقد اشخاص احداث اعمال؟ المفروض ينقد شيء متخصص. يعني ماني فاهم هو شو وايد يعني. يعني يقول لك النقد ما ننتقد الشخص. إيه؟ ننتقد العمل، ننتقد هذا فقط. هل انت بنظرتك ممكن ان ننتقد الاشخاص كاشخاص؟ إيه ننتقد اذا مثلا صار ان الشخص يمثل ياخذ دور يعني مثلا انا عندي نفس عبد الله بشهري. أوكي؟ اوكي عبد الله بشهري او محمود بشهري اوكي احنا ندري انهم مو كويتيين، ايرانيين ونعم فيهم ما قلنا شيء، بس انت لما تيجي تجسد دور شخصيه كويتيه لازم تتقن. اي ادري شايفه الحين ربع محمود عبد الله شنو موضوعه. بس على فكره محمود قاعد يضبط ويمك. والله ليش ما تحبينا؟ ها ليش ما تحبينا؟ واي دو يو. لا والله والله لما تعرفينا ان بيرسون انا عارفين قبلك. والله عارفه من قبل والله العظيم. اوكي هني السؤال، من هي شنينة وهل هي فعلا من ضمن الوسط الفني؟ لا انت تعرفينها ان بيرسون؟ لا يعني انا اتوقع شنينة الموجوده حاليا مو هي نفس شنينة اللي قبل عده سنوات. قبل عده سنوات نفس سالفه بيفور كانت واحده ثانيه. اوكي اللي احنا رفعنا اللي صارت عندها مشكله بينها وبين شذا حسون وطلع اسمها نغم زامل الشمري. حاليا الموجوده مو هي بيفور الاصليه.
اوكي سؤالي المهم، منو من الفنانين تحبين تسمعين له انت بالسياره؟ هو مو مهم بس احب الاجابه. اوكي عبد المجيد، راشد، احلام. شنو اغنيتك المفضله اللي تحسينها لما تسمعينها تذكرك باشخاص بحياتك ويمكن يكونون مو موجودين اليوم؟ وحشت الدار يا حبيب. انا اعرف حق منو. الله يرحمها والدتك. صح. اوكي شنو هي اللحظات اللي تحسسك بالضعف وانك انت ضعيفه؟ يوم الام، عيد الام ما ضايقك؟ يعني اضايق منه. أضايق منه. هني في خوش سؤال، هل الناس اللي بمواقع التواصل الاجتماعي نفسهم بالصج ولا تصنع على حسب معرفتكم؟ في ناس تصنع، في ناس على طبيعتها صج. يعني نفس نهى نبيل، نهى نبيل نفسها هي نفس الشخصية. صح. أنت نفس الشخصية. أوكي. جمال نفس الشخصية. حتى أمس نهى مسكينة يعني يوم شافتني وأنا أكلمها قلت لها خليش لا تين تسلمين ركضت. لانها يعني سنعه ومتربيه. بالعكس يعني صراحه الصج ينقال.